وفي هذا الإطار أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن العالم العربي يعيش أوضاعاً صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة. وخلال القمة العربية 31 سلم الرئيس التونسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة القمة العربية 31، مشدداً في الوقت ذاته على أن قمة الجزائر تساهم في حل الخلافات بين دولنا العربية. تسلم اليوم تونس أمانة الرئاسة العربية إلى الجزائر الشقيقة بعد سنوات ثلاثة كانت سنوات استثنائية بكل المقاييس، في ظرف إقليمي وفي ظرف دولي استثنائي، في ظرف غير مسبوق من حيث حجم التحديات وتعدد أبعادها وتتالي الأزمات وتواتر التغيرات والمستجدات.